السلام عليكم. مسلسل القضاء، المسلسل اللي خطف قلوبنا كلنا، الحلقة الـ15 والحلقة تعتبر من أكتر الحلقات انتظارا ما بين حلقات مسلسل القضاء كلها بسبب الأحداث الساخنة اللي هتحصل فيه. هو للأسف في خبر حزين، ولكن يعني أدينا مستنيين. هنناقش دلوقتي مع بعض إعلان الحلقة الـ15 وما ننزلش الإعلان واحد مع توقعات الحلقة. بس أنا ندخل بقى في حياتنا النهاردة. أتمنى لو أنت مش مشترك تنزل تشترك في القناة وتفعل زر التفعيل عشان يوصلك إشعار بالحلقات الجديدة وما تنزل، وتعمل لايك للحلقة لأن ده فعلا بيساعد. ويا ريت لو تتابعنا على الانستجرام لاني بنزل عليه الاخبار اول باول، وبنزل برضه على التيك توك، والاكونتين هتلاقيهم طالعين لك على الشاشه دلوقتي. ويلا بينا نبدا في حلقتنا النهارده. جيلين وفقدانها الذاكره للحادثه اللي حصلت، وانجن اللي اتقتل، يا ترى مين اللي قتله؟ ده سؤال بيراودنا. هل بالفعل جيلين هي اللي قتلت انجن، ولا في لعبه بتتلعب؟ طبعا هو الاكيد ان هيبقى في لعبه بتتلعب. وانا يعني من الحلقه اللي فاتت قلت لكم توقعي ايه، وتوقعي هو هيبقى جونيت مع نيفا، يا اما هما الاثنين مع بعض، يا اما جونيد بس بيتعمل من يعني بيتحرك من دماغه، يا اما نيفا بتتحرك من دماغه، فهو مش هيخرج عن جونيد ونيفا متجمعين او واحد فيهم بس. ده وجهه نظر انا الشخصيه وده توقعي. وطبعا احنا عملنا لسته، واصلا القناه عملت لسته كده قالت لك مين هم، يا جيلين يا يكتا يا اما سيدا يا اما جونيد يا اما نيفا، قالت لك في واحد فيهم من هو القاتل، هو مش هيخرج يعني مردان السادس معهم، مش هيخرج عن السته دول، وده الطبيعي. لكن انا زي ما قلت انا متوقع هو ده، توقعي هو هيبقى جونيد ونيفا، لان هم احنا ما نعرفش ايه يعني انجن كان بيهدد جونيد بايه، ما نعرفش ده. وفي نفس الوقت الاتحاد الغريب اللي حصل ما بين جونيد وما بين نيفا سببه ايه، مغزاه ايه، وراه ايه، زائد ان ماردام لو كان واضح هو هدد سيدا خلاص بالموضوع، فهي خلاص ده اللي هو عايزه، ما حصلش الساعه 6 وهو ده اللي هو عايزه، ما اظنش ان هيبقى في سبب تاني يقتله عشانه، هو خلاص هدده وعمله. فهو ده توقعي للقاتل. يعني الحلقه اللي جايه ايه اللي هيحصل فيها؟ ايه الاعلان كان رائع جدا، شفنا بقى ان هو خلاص بيتحكم على جيلين انها تبقى يعني يتم الحكم عليها والقضاء وهي محبوسه، وشفنا الجهاز وهو بيتضايق وبيقول انا هاخدها مع الاوضه، والاوضه متامنه وبياخدها الاوضه، ورئيس النواب بيخبط عليه ان هو ما ينفعش اللي هو بيعمله ده، ويكتم متضايق ان هو سبيشال تريتمنت، يعني معامله خاصه لجيلين بما انها زوجة نائب كبير، فهو بيعملها معامله خاصه. وطبعا دي يكتم وحمقه يكتم ده عشان خاطر يخش في دايره الشبهات، يعني هو يقول لك هو اصلا مش طايقه، ابنه وكل حاجه، بس يقول لك ده قتله، فلا. وعلى فكره يكتا برضه مرشح قوي جدا ان هو يكون قتله، لان هو طول ما هو عايش هيفضل ماسك له الحته دي، هو الشخص اللي عارف بالحته دي. ولكن برضه انا ما اظنش يكتا مش هتيجي، ليه؟ واضح قوي، يعني الحاجات اللي بتبقى واضحه قوي دي بيبقى دايما بعيد عنها، يعني هو يكتا عديم القلب، ما عندوش احساس، في نفس الوقت مردان ما عندوش احساس، فدول يعني كل الانظار متجهه حواليهم، اعرف ان هو اتجاه تاني. في نفس الوقت السده كانت باينه جدا انها ندمانه، ويعني ما اظنش انها هتعمل كل ده، فمش بشخصيتها انها تكون قاتله، زائد انها ما لهاش اي مصلحه تماما انها تقتل انجل نهائي، للانتقام من يكتا، انتقامها كان ببساطه تعلن للناس كلها ان هو كان ليك بشهاده مزيفه، ده كان اكبر انتقام ليها من يكتا، انما تقتل انجل مفيش اي دوافع نهائي. فهو الدوافع الخفيه اللي موجوده هو جونيد، معمول له ان هو اتذكر بس في مشهدين بس، اللي هو الصوره في الرقم يعني بتاع اللي كان الخريطه اللي كان انجل عاملها اسمه، ويلجسوا جين لما بيتكلموا بيقولوا يا ترى هديته بايه؟ فقط لا غير. وبعدين المشهد اللي جه بقى ايه مع نيفا، هو يعني واضح ان في علاقه ما بينهم، فهو عشان كده انا ده الطب بالنسبه لي، ليه مخفي كده؟ هو بالظاهر في النص، فده التوقع اللي بالنسبه لي. من الواضح ان هم قدروا في يعني واضح من الاعلان جيلين وهي بره، طلعت بره البيت، طلعت بره السجن، يعني من الواضح ان هم قدروا يثبتوا او قدروا ان هم يعملوا اي حاجه انها تتحاكم بره، تتحاكم وهي مش مسجونه، لانها في الاعلان باين انها طلعت بره. كمان اخيرا الجاز اعترف لها بحبه بقى في الاعلان، وبيقول لها يعني بحبك وهثبت براءتك، وطبعا الجاز بيحبها بشكل كبير جدا جدا، والعلاقه هتتطور بينهم بشكل كبير، لان زي ما احنا عارفين اكيد جثه ظفر هتظهر، جثه ظفر دي ممكن ينهوا بيها الموسم، يعني يفضلوا كام موسم كده في الاثبات ويعمل لها الاحداث، وفي الاخر خالص تظهر، فالعلاقه هتبقى قويه جدا بينهم، وفي عز ما العلاقه تقوى وتبقى 100 100 وتمام، هيظهروا جثه ظفر في الموضوع عشان خاطر تربك الامور. ولكن افتكروا البوستر معمول ازاي، متضادين متحدين مع بعض وقاعدين جنب بعض ماسكين في بعض، مش بس الماسكه لا، مربوطين في بعض في حبل، مربوطين يعني مربوطين مهما كان، ماسكين ايدهم في بعض ومربوطين، فهو ده بيوحي ان هم لسه هيفضلوا موجودين مع بعض، وبيوحي ان العلاقه هتستمر ما بينهم، ان هم مش هينفصلوا ايا كان هيحصل تقلبات وبتعمل. طبعا الاشاعات السخيفه جدا اللي حصلت ان هو انفصال دينار دينيز عن المسلسل بسبب عرض تاني، دي انا كنت عملت فيديو يعني مستحيل مستحيل يكون انت مسلسلك
سباق الاول في تركيا وكل اسبوع ترند. انت عايز اكتر من كده؟ انت حرفيا المسلسل الاول في تركيا دلوقتي. سباق من المنظمه، منظمه قناه حكوميه، الريت بتاعها مختلف، انت الاول، اعلى ريت موجود، الترند كل اسبوع، فعندك دينار دينيز واصله للبيك. اخر حاجه عايزه ايه؟ هي اكتر من كده؟ عايزه ايه تاني؟ تاخد تجيب ايه تاني؟ لا، عمرها ما تاخد عرض اكبر من كده اصلا. زائد ان المسلسل ممكن يدي فيه جزء تاني وحصلت تلميحات ولكن مش اكيده. فبينار دينيز طبعا هي طلعت كدبت، وللاسف هي مصابه بفيروس كورونا، فالتصوير وقف واجلوا المسلسل. يعني احنا كنا في اعتقادنا ان الحلقه بتاعت النهارده هتنزل، ويبقى الحلقه مثلا الاسبوع اللي بعده اجازه، زي مثلا سلسلة قروش اللي غالبا هيعملوا كده وبياخدوا اسبوع واحد، ولكن اجازه طويل جدا، اجازه طويله. فالحلقه اللي جايه يوم 9 يناير، بعيد قوي الحلقه، هنفضل احنا عندنا على اعصابنا، اكيد هينزلوا لنا اعلانات مشاهد تشويقيه تشوقنا، ولكن برضو بعيد بعيد. الواحد كان عايز الحلقه على طول، في حماس كده للحلقه، لان الاحداث هو بصراحه عاليه جدا، في تناسق، في تسارع شديد جدا، رتم الاحداث سريع جدا. يعني اقدر اقول لك ان المسلسل الوحيد اللي طوال 14 حلقه طوال حلقاته كامله، مفيش فيه دقيقه ملل، مفيش فيه دقيقه حشو، كلها احداث وكلها تسارع في الاحداث وحاجات حلوه كده. بس فيعني الحلقه الجايه فيلم منتظر، هو طبعا رحله يعني تبريق جيلين، هيطلعوها بره رحله ان هو الاول يخليها ما تتحكمش شويه مسجونه عشان تطلع بره، ورحله البراءه بقى ايه، هينكشف لنا حاجات ثانيه اكتر واكتر. وطبعا شفنا مرضان في الاعلام برده هو بيحيي سيده كده، اللي هو يعني ايه انتصرت عليكي والجو ده. بس ده كل اللي عايز اقوله في حلقتنا النهارده، في انتظار بقى ما ينزل اعلان ثاني. اتمنى كل الحلقه عجبتكم، يا ريت لو الحلقه عجبتكم تعملوا لايك وشير للحلقه، يا ريت انت مش مشترك تنزل تشترك في القناه وتفعل زر التنبيهات عشان يوصلك اشعار بالحلقات الجديده اول ما تنزل. ما تنساش تتابعنا على انستجرام وعلى تيك توك، لاني هنزل عليهم اخر الاخبار باذن الله، واشوفكم في حلقه جديده باذن الله.